يقول السؤال الآخر، يقول: ما توجيهكم لمن يصلي الجمعة قبل الزوال؟ هذا قال به بعض العلماء رواية عن الإمام أحمد، ولكن الراجح والذي عليه الجمهور أنه لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، وهو المفتى به في هذه البلاد. قد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الجمعة تصلى بعد الزوال. نعم.